دورة جديدة تبدأها سلسلة الرتب والرواتب بعد أن عادت إليها سلسلة الأسلاك العسكرية لتكون أحد مكوناتها وليس جزءا منفصلا عنها. والجديد في الملف أن صندوق النقد الدولي أوصى بإقرارها لأنها تؤمن موارد جديدة وإصلاحات في موازاة كلفتها. اليوم نحن عم ندفع حوالي 830 مليار غلاء معيشي من أصل 1800 مليار اللي هن كانوا توصلنا لهم بالسلسلة بالأخير. طيب هولي عم ندفعهم من دون ما نكون أقرينا سلسلة. بتأمل أنه يصير في حركة باتجاه إقرار سلسلة. تأجيل للامتحانات الرسمية ما رح يصير. رح حدد تاريخ الامتحانات من شهر واحد وعلى أساسها بيصير في امتحانات رسمية بالصيف. ليس وحده وزير التربية من سيبدأ تحركا جديدا لإعادة تحريك السلسلة، فالرئيس فؤاد السنيورة طلب إلى ممثل كتلة المستقبل في اللجنة الفرعية الاستعداد لاستئناف النقاش فيها. فوجئنا بقرار وزير الدفاع، ثم فوجئنا بالعودة عن هذا القرار، يعني بعد ما أرسلوا طلباتهم بعدين اللي عرفنا أنه قالوا لا نحن بدنا سلسلة واحدة. نحن بعتقد بوقت قريب جدا رح نرجع نستأنف شغلنا من النقطة اللي وصلنا لها. إذا كان في لزوم لبعض التعديلات الطفيفة أو البسيطة ممكن يتم التوافق عليها داخل اللجنة الفرعية ومن ثم تعرض على الهيئة العامة. غابت هيئة التنسيق النقابية عن الواجهة، والسبب انشغال الدينامو فيها بصراع آخر فتح بوجهه في انتخابات رابطتي أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتي لن تنتهي قبل 25 الشهر الجاري. بقدر ما تكون مستقلة ومتحررة من ضغوط السلطة بقدر ما نحن منكون عم نعمل حركة نقابية مستقلة وديمقراطية، بنكون عم نحفظ القرار النقابي المستقل. هيك منكون حطينا الطرين على السكة وبلشنا نمشي فيما يتعلق باستكمال معركة السلسلة بنقابيين مستقلين وبوجود حزبي منا ضد، بالعكس بس يكون داعم. إذن كأس الحفاظ تخطو السلسلة مسيرتها الجديدة، والعبرة في طبيعة القرار السياسي.